السلام عليكم. طرد الحوثيون آلاف السكان المدنيين من قراهم في جبل حبش بتعز. من قرية تبيشع تحديدا هجر المئات من النساء والأطفال، رأوا منازلهم تنهب وتحرق، تلغم وتفجر. فجر يوم جمعة حدث ذلك، سكان القرية في الشعاب والأودية هاربون ويخفضون رؤوسهم خوفا من القنص، يخبئون أطفالهم خشية اختطافهم. برنامج لست وحدك زار مدرسة اليرموك في منطقة الدحي التي لجأ إليها بعض هؤلاء المهجرين. في المساحة التالية نستمع إلى رسائلهم وأصواتهم، نتابع ثم نعود. والأوالي في قراصنة هددوا احنا بالسلاح والقنابل وكل شيء، يقولوا احنا شنفجروا البيوت حقنا وشحرقوا احنا البيوت حقنا، ولا ما تخرجوش انتم دواعش، انتم قبضوا الدواعش بحارتكم. دقوا علينا قالوا اخرجوا من البيوت هذا ابو الداعش، قلنا له ابي محله شبيب المدينه، قال اخرجين احنا ما رضيناش نخرج الليله، قاعد دقدق احنا بالليل، واحنا قلنا احنا ببيوتنا راقدين امنين، هنا قاعد احنا داولا بيت خين، حرقوا بالخشب، حرقوا بالعقور، حرق عملوا هدموا المنازل 6 ادوار، والمنازل حق اخوتي عملوا السكان اللي جنبهم، شققوا السكان اللي جنبهم، تهدموا الارض مكانهم. كانوا العيال بالمدرسه حقنا يدرسون، بعدين رموا داخل المدرسه وقفوهم من المدرسه، كان اختبارنا نصف السنه، بعدين وديناهم للجامع قلم الزقيد، وبعدين رموا على الجامع نفسه بالجامع، وكانوا يرموا على الجهال، قالوا صوت دقق شكلهم دواعش داخل المسجد، رموا على الجهال خرجناهم من المدرسه. دوخ الساعه 3 بالليل عشان هجومهم، افتقع على ما دقدقوا الباب قلعوا الباب بالحديد اللي معاهم، قلعوا الباب قلعوا يدوخه، دخلوا ذيك الساعه البيت 10 انفار يمكن حوالي، والباقيين خارج. أصبح الطفل يعني يصرخ بدون أي شعور، مجرد إنه يعني سمع الصوت أو يعني من هول الفاجعة ومن هول الكارثة التي وقعت، فما كان عمل الناس إلا أن النزوح، وكان من مجموعة الصالح الحوثي أن أتوا للناس إلى وقت محدد إلى الساعة 2 أو الساعة 3 وقالوا لهم عليكم بالرحيل، وما كان من الناس إلا أن استجابوا ورحلوا. أسر نازحة أكثرها نزحت إلى هنا منطقة الدحي في اليرموك، مدرسة في هذه المدرسة، في أسر نزحت إلى منطقة الحصيب، في أسر نزحت إلى في الباشا، في أسر نزحت إلى المطار إلى عقاقة، يعني معظم يعني الكثير من هؤلاء الأسر نزحوا عند أقاربهم، أو عند تجد في البيت الواحد ربما 5 أسر 6 أسر عند أقاربهم، في فتحنا اضطرنا نفتح بعض البيوت المفتوحة لإيواء هذه الأسر. يعني نقلت من القحملية، كنت ساكن بالقحملية، نقلنا أيام الحرب لقبل حبشي تبشع، وعدنا رعد قاولوا إحنا بالليل، يعني لما هجموا الحوثة علينا الساعة 3 بالليل هددوا إحنا نخرج من البيوت، قلنا هذه الساعة الليل، وهذا بكرنا الصبح مشينا رجل على طريق الضباب إحنا وجهالنا، مشينا وخلينا عيتنا بيوتنا وهددوا إحنا، يعني وصلنا لأن هنا طلعت القحملية قلت ما في باش اي شيء بيتين القحملية، خلاص نهبوا لنا كامل البيت حقي، يعني بالقحملية ما معناش اي حاجة. دحين تفجروا عيال اختي حقنا البيوت، هربوا لنا من بيوتنا، قولوا لنا واحنا مشينا مخططين من الطبيشة على الضباب مشية، لما وصلنا وانا الدحين البيوت اللي فجروها 7 عيال اختي، حق 4 حق الذاعر واخوه، حق واحد من جنبنا مكانه اهلهن
واحد من اهلنا الثاني سبع بيوت تفجرين، الناس هن مشروخات وزين قائم ثلاثة ابقى الاسره. والله ماني داري يا اخي كيف انا واخواتي واهلي واحبابي، احنا كنا من فوق 20 اسره وزاد بيني واظن دهن وحدهم، ما عنا عمل يا اخي كيف نعمل؟ من اهلنا اخوتنا عيال خالنا فقروا بيوتنا، لما هددونا مشينا كذا مشردين وما شلينا حاجه. الان نحن مشردين ولا حصلنا لا ما ولا حصلنا حاجه. اعطوكم مهله لما تخرجوا؟ لا 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 لا، لما حرقوا بيت اخوالي خرجتهم بادواتهم؟ لا لا لا، بالحمير ما هو في ابل الاطفال، بس لما نحن خرجنا شفنا بيوت اخوالي حرقين شخدوا من بيوتنا مشينا على طول، ساعات ما شفنا الحريقه. حرقتوا بلا معي حتى دات حتى باولادي وشردوا احنا بالبلاد نخرج بلا حافيه، خرج سيبنا العقد دوقان مشينا حتى لو العقد دوقان تخرجوا تمشي وانتهت خل حقك من كل ما معك بالبيت تقزع وتخل ما معك. الاهالي الفقراء الناس تعبانين، الناس عثارة ركبناهم بالحمير، عثارة عقاوز ركبناهم بالحمير لحتى التقينا بالسيارات مبلغ طريق بعيد، واحنا الان نازعين نشتي غاثه نشتي من المنظمه تنظر للناس الفقراء والمحتاجين، والنظرة إليكم ثم إحنا عليكم ثم على الله، وانتن على الله إحنا على الله. لا مشينا رجل لا داخل برباشة لا داخل الدحين، والحمد لله والله صبا. أنا أشكر المنظمة الذي قامت بنا والذي جاء لنا الفروشات والبطانيات وجينا وخلينا حقنا كل شيء. ابو عمر البيت ما دخلش، عاد ما دخلش ولا تكسر، احنا نمشي تكسر احنا نمشي للطريق حنطر. وبيت بيت ابوه بيت جده بيت عمه هذا ابوه الذي اتحطمنا الارض ولا القينا من هنا ذر، حطمنا البيوت اللي جنبين. ها؟ دمروا بيته؟ دمروا بيتهم، سقطوا لنا بالغام واسقطوا لنا للارض، لا بهايم ولا خلوا قراش ولا خلوا بيوت ولا خلوا حتى عادة ولا القوام بالجبال. لما خرجتم خرجتم بأدواتكم؟ احنا خرجنا عطال حافين، لا معانا حتى صلاة الجمعة ما خلونيش أصلي، مشيت حافين، منعوا الأذان حق الجمعة وصلاة الجمعة، مشينا حافين لا الدحين. أذن الأطفال ما ذنبهم اللي تشردوا اللي مشاهم بيوتهم الذي بيوتهم تهدمه، ما نعمل. ربنا هو الذي شختار الذي شختاره شي بهذلهم مثل ما بهذلوا احنا، الله يصيبهم الله يقع لهم المصائب. هذه ركب اللغم عمره 13 خرج من جنب البيت، خرج ترعي اشتري الرقعان اشتري الدهن قزع بالطريق دعس باللغم، واللغم فكر به بقط على رق ورجل اكتسره وليد معمر، بعد لما بتقطه اسعفني بمتر، والمتر هذا وداه الى المستشفى البريهي لانه كان ما فيش مواصله حق السياره، واحنا كان احنا نازحين بيتنا. هي كامل خرجت من القريه ما قدرش يعدوا لك الناس، كامل طرحوا بيوتهم طرحوا البهائم طرحوا كل الآلة حقهم معانا الكريستالات باليد حقهم، أين يقووا أين يرحلوا؟ لازم يعني يكون في حل، لازم يخرجوا لنا أي حل، ما يقص من الله إن الواحد يقسم شعر ما كلمه كلام ما يصلحش، إن الواحد يقسم بيده بعد إحنا حريم، إن الواحد يزي إن يروح ونش يدي لك بيته الساقرة بدون إيجار، ما حد يجيب لك لازم الناس يشوفوا كذا. استقبلنا أسر نازحة من قبل حبشي منطقة بيشعة بسبب الإجرام الحوثي الذي اقتحم هذه القرية، اضطر الأهالي بعد تفجير البيوت وإرهاب الناس إلى أن ينزحوا من بيوتهم إلى هذا المكان إلى هذه المدرسة. استقبلنا في اليوم الأول قرابة 100 أسرة، وبالأمس قرابة 118 أسرة، واليوم لا زالت الأسر تتوافد، يعني الكشف عندي الآن قرابة 30 أسرة جديدة غير الأسر بالأمس 118 وقبلها 100 أسرة. هذه الأسر تحتاج الآن إلى إيواء،
بعض الأسر ليس يعني هربت من بيوتها بثيابها لا تملك شيء، بعض الأسر وجدناها تبحث عن كراتين أجل أن تنام عليها. فهذا نداء للمنظمات والإغاثات والكذا أن يأتوا إلى هذا المكان ليروا حالة الناس. بعثنا نداء استغاثة بالأمس، فيعني جزا الله خير الإخوة في جمعية الإصلاح جاءوا إلى هنا. أول جمعية وصلت إلى هنا جمعية الإصلاح يعني تكفلت بإيواء 100 أسرة بفرش وبطانيات. العدد لا زال إيش؟ لا زال باقي معنا 118 أسرة وباقي اليوم 30 أسرة، ولا زال العدد يتوافد في زيادة مستمرة. نطالب المنظمات، الجمعيات الخيرية، أهل الخير بأن يأتوا إلى هذا المكان ليروا معاناة الناس في الواقع أمامهم الآن. الناس لا تجد من يؤيها، بعض الأسر يعني استطعنا أن نؤيهم في بيوت مفتوحة أو باستضافة بعض الأسر حتى ننقذهم من العراء فهذا نداء للجميع بأن يتحركوا، هؤلاء مسؤوليتنا جميعا، وجزا الله خير كل من ساهم وتفاعل وكتب لهم الأجر الثواب. هكذا يقتلع الانقلابيون سكان القرى من جذورهم، يفرغون المناطق من سكانها ويبثون الرعب بين الناس. ليست هذه الجريمة الأولى في تاريخ هذه الميليشيا ولا السابقة الأولى في تاريخ هذا الفكر، فالتاريخ اليمني يعج بالكثير من المآسي المشابهة لما حدث في تبيشع. هؤلاء النساء والأطفال الذين أخرجوا من ديارهم يعاقبون باعتبارهم حاضنة اجتماعية للمقاومة، نكلت بهم ميليشيا الحوثي والمخلوع بمجرد أن وصلت إليهم بعد أيام قاسية من الحصار الذي لا يزال مستمرا على قرى أخرى في نفس المنطقة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لنناقش مع الناشط الحقوقي عبد الوهاب العمير جريمة تهجير السكان، كيف ينظر إليها القانون وماذا يعتبرها الشرع. لا تذهبوا بعيدا. نفرد مساحة لتغريداتكم ومنشوراتكم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، نجمع أبرز ما تناقلته تلك المواقع ونقدمها لكم. كيبورد، صدى أصواتكم وأفكاركم، فكونوا على الموعد. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من مدينة جدة الناشط الحقوقي عبد الوهاب العمير. مرحبا بك أستاذ عبد الوهاب. مرحبا أستاذ عبد الله. شاهدنا قبل قليل مادة عن مأساة تهجير الانقلابيين لسكان قرية تبيشع في جبل حبشي بتعز، وهي ليست أول جريمة تهجير ترتكبها هذه الميليشيا ولا هذا الفكر عموما. هل لك أن تعطينا صورة عن أهم جرائم التهجير المماثلة التي حدثت في اليمن؟ الشكر لكم أستاذ عبد الله ولقناة بلقيس ولكل جمهوركم الكريم، ثم الرحمة والخلود لشهدائنا الأبطال الذين قضوا في ساحات الشرف والبطولة دفاعا عن حقائق هذا الوطن. نعم رحمهم الله. أستاذ عبد الله، نحن منذ زمن نتناول هذه القضية، قضية التهجير القسري. المرء أحيانا يستحي أن يتناول قضية مهمة مثل هذه ثم يتذكر الصكوك الدولية والمواثيق الشرعية ومخرجات الحوار الوطني ويضحك. نعم. إذ كيف لجماعة آتية من الكهوف ونظام مخلوع متهالك كونوا حلف انقلابي للظلام والقتل والتشريد، كيف لهم أن يتفهموا ما يقوله العقلاء في هذا العالم للأسف. نعم. ابتداء من مهجر الجعاشن عام 2006 2008 و2010. صحيح. ثم نتذكر سويا تهجير يهود آل سالم في صعدة عام 2007. نعم. ثم ما حصل للسلفيين في دماج بداية 2014، وكذلك يتذكر الجمهور الكريم ما فعله الحوثيون في قرية خبزة في رداع في أواخر 2014. صحيح. أيضا، والدمار المعروف الذي حصل لهذه القرية، ثم ما فعلته السلطات المحلية في عدن أيضا في منتصف 2016، كيف هجر بعض السكان عدن. نعم. العمال أيضا الذين قدموا من بعض المحافظات الشمالية واستقروا وكانت لهم أعمالهم وإنجازاتهم في مدينة عدن، لكن هذا الموضوع تقريبا حل إلى حد ما يعني.
نعم نعم، أيضا قريبا ما فعلته الميليشيات الانقلاب في قرية الدبح غرب تعز في نوفمبر 2016 الماضي. نعم. وما فعله قبل ذلك في أرحب، كل هذه مسلسل من التهجير مر علينا. نأتي صحيح. إلى قضيتنا اليوم اللي قضية تبيشعة في مديرية جبل حبشي محافظة تعز، هذا الموضوع الذي نحن بصدده اليوم. أنت تعلم حوالي 50 أسرة شردت، وحتى وصلوا إلى أن أخرجوا من صور مأساوية بيوتهم. صور مأساوية تداولها الناشطون لهؤلاء النسوة ولأطفالهن في الجبال وفي يعني الشعاب وفي بطون الأودية بشكل يعني نعم. مؤلم. أنا أتحدث عن عائلات مشردة تعول، يذهب الطفل ويذهب المدنيين على رجلهم في الجبال. صحيح. وتحاصروا، وربما حتى وصلوا تقريبا إلى منطقة الدحي المعروفة بمنفذ حصارها الشهير هناك في تعز. صحيح. في رحلة وعرة منفذ بعد الموت. الحصار دام لمدة 4 شهور والأكثر من 15 قرية. نعم نعم. تحدث قبل قليل أن الإنسان يعني يضحك وهو يستعرض القوانين الدولية والمواثيق ومخرجات مؤتمر الحوار أيضا، وكيف أن يمكن إفهام هؤلاء؟ هل لنا أن نعرج على بعض هذه النصوص القانونية الخاصة بجرائم التهجير؟ صحيح. القانون الدولي الإنساني الذي تعارفت عليه البشرية إلى اليوم يعرف بعض خبرائه التهجير القسري بأنه الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد أو مجموعة من السكان من الأرض التي يقيمون عليها، وقال بعضهم هو ممارسة تنفذها حكومة أو مجموعة عسكرية أو مسلحة أو مجموعة متعصبة تجاه سكان أو تجاه أفراد ما بهدف إخلاء الأرض. لكن الحوثيون قد يردون أنهم لم يعني يرغموا أحد ولم يقتحموا منزل أحد ويسحبوا منه سكانه، يعني سيتعججون. نعم. بالأمور الإجرائية كيف يمكن الرد عليهم؟ شهادات الواضحة والموثقة قناتكم ومن كثير من التقارير على الأرض الذين أثبتوا السكان أنهم طلب منهم إخلاء بيوتهم أو تفجيرها، وقد فجرت حوالي 7 بيوت كما ذكر بعضهم. هذا ينتج في القانون الدولي الإنساني ضمن جرائم الحرب، إذ تنص بعض اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين بها عام 77. هذه الاتفاقيات عرفت جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة. ومن القواعد الموضوعة في المادة 49 الاتفاقية الرابعة في جنيف عام 49 التي تختص بحماية المدنيين وقت الحرب، هذه المادة حظرت النقل القسري أو الجماعي أو الفردي للمدنيين أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى إلا في حالة أن يكون ذلك في صالحهم، أي بهدف تجنيبهم مخاطر النزاع أو فجعل هذا من الجرائم، جرائم الحرب. وأيضا نأتي إلى نظام روما الإنساني، المحكمة الجنائية الدولية في المادة 7 تجريم عمليات الترحيل أو النقل القسري للمدنيين تحت الإكراه. وينص هذا على إبعاد السكان أو النقل القسري لهم في إطار الحصار العسكري أو الهجوم المسلح، وهذا يشكل في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية يشكل جريمة ضد الإنسانية. هل هذه الجريمة توصيف في الشريعة الإسلامية؟ إذا ما انتقلنا من القوانين الدولية والإنسانية إلى الشريعة الإسلامية، هل يوجد في الشريعة ما يحمي حقوق الإنسان بشكل عام، يعني الناس من مسألة التهجير؟ نعم أخي، في كتاب الله عز وجل آية تدل على أن هو سمي التهجير القسري في الشريعة الإسلامية بوصف القرآن الإخراج من الديار. أها. بل جعله الله جعل الإخراج من الديار مرادف للقتل للنفس البشرية، لأنه يعتبر إعدام لها، إعدام النفس الإنسانية بالانتزاع من جذورها. نعم. معنويا حتى وإن عاش الجسد. قال الله عز وجل ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، يعني أن الإخراج من الديار يساوي قتل النفس. اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. نعم. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بعقد حماية بين الدولة وبين الأقلية المقيمة على أرضها من غير المسلمين، عقد عصمة للدماء والأموال والأعراض مقابل حمايتهم في أرضهم وفي دورهم. نعم. ومقابل الحفاظ عليهم
من أن يقرر أحد إخراجهم لا إراديا من أرضهم أو حتى وإن كانت الدولة المسلمة. ما بالك وهؤلاء مواطنون مسلمون ويعني سكان أصيلون في مناطقهم ويتمتعون بكافة حقوقهم يعني. نعم نعم هذا صحيح. الآن هؤلاء كما قلت لك في البداية لا ليس عندهم أي اعتبار، لا مواثيق شرعية ولا لصكوك دولية، وليس عندهم تفهم جماعة فعلا خارج عن القانون بكل ما تعني الكلمة من معنى، نظام خارج عن الإنسانية وفق هذه التوصيفات جميعا، خارج عن الإنسانية. أستاذ عبد الوهاب، كيف تسوق هذه الميليشيا مثل هذه الجرائم لدى أتباعها، لدى الناس، لدى الذين ما زالوا مخدوعين بأدائها؟ ما الذي يقولونه عن تهجير هؤلاء؟ يعني هل هؤلاء دواعش؟ هل هؤلاء مرتزقة أم أشداء على الكفار؟ هل هؤلاء أصبحوا في عرفهم كفارا يجب ترحيلهم كما حدث من قبل مع يهود آل سالم بذات التبريرات والمنطق؟ كيف يطرحون ويبررون لمتابعيهم هذه الجرائم؟ طبعا نحن نعتقد أن الدائرة تضيق عليهم، أن أصبحوا قليل الشعب اليمني، قد عرف الناس حقيقة هذا النظام الانقلابي المتهالك، فأصبحوا يطلقون هذا الموضوع على أنفسهم فقط لا غير. الوعي يزيد في الشعب اليمني والكل يعرف أن هذه أصبحت ترهات وهذه دعايات فارغة، وأن الناس فعلا يتعرضون لتنكيل ولتشريد من بيوتهم بما في ذلك حتى انتهاكات لحقوق الناس، حتى المناطق فعلاً. أستاذ عبد الوهاب، حتى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا والتي لا يوجد فيها أي مقاومة لها لم تسلم من الانتهاكات والتقارير الحقوقية الأخيرة عن عدد الجرائم، مثلا في محافظة إب يشيب لها الولدان. نعود إلى المهجرين الآن من قرية تبيشعة ومن جبل حبشي، ما هي حقوق هؤلاء المهجرين على الدولة باعتبارهم الآن مشردين، لم يخرجوا من منازلهم ودورهم سوى بالثياب التي عليهم، فمسؤولية إغاثة هؤلاء ويعني تعويضهم تقع على من؟ فعلا هناك مسؤولية كبيرة، أول مسؤولية تقع على الحكومة الشرعية. نحن فعلا نناشد هذه الحكومة وأن تمد يد العون لهؤلاء. أول قضية هي تأمين الأوضاع الصحية، الأوضاع الغذائية لهم في أماكن التي هجروا إليها، ثم على هذه الحكومة أن تمد يدها لكل المتعاونين في إعطاء الأولوية لوضع آليات لحلول سياسية أو حتى عسكرية تضمن عودة هؤلاء المهجرين لبيوتهم سالمين، ولحماية هؤلاء المدنيين والأطفال والنساء. الموضوع الثاني الذي يأتي لاحقا هو حصر هذه الأضرار التي تعرضوا لها وحصر الأذى الذي لها حق بهم ماديا ومعنويا وتعويضهم. هذا مهم جدا بالنسبة لدولة ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها أمام شعبها. أهم من هذا الأمر أيضا وضع التدابير الكافية مستقبلا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وهذه الجرائم التي تقوم بها هذه الميليشيات. هذا أهم من الأمر، أنه تتكرر معنا مثل هذه الأمور وتصبح عادة لهؤلاء الانقلابيين ولهؤلاء الذين تعودوا على انتهاكات بدون رقابة وبدون محاسبة مستقبلا. بالضبط، طالما أنه لم تطل يد العقوبة هذه الميليشيا بالقدر الكافي، أو على الأقل تحدد أسماء من قاموا بمثل هذه الجريمة. وهذا يقودنا للحديث عن أهمية التوثيق القانوني الدقيق هذه الجريمة، جريمة التهجير الحاصلة اليوم. لربما فاتت كثير من الجرائم السابقة بسبب التقصير في مسألة التوثيق. ماذا يمكن القول عن مسألة توثيق هذه الجريمة توثيقا قانونيا يحفظ حقوق هؤلاء ولا يعني يفلت الفاعلون المباشرون من العقوبة مستقبلا؟ أنا أقول يا أخي نحن نتميز في اليمن بأن عندنا حكومة إحدى وزاراتها وزارة حقوق الإنسان، سميت بوزارة حقوق الإنسان. هي المسؤولة عن رفض ومنع مثل حدوث مثل هذه الانتهاكات، وأيضا هناك مؤسسات فاعلة في المجتمع المدني، وهناك لجنة أيضا شكلت بأمر رئاسي
يعني رصد انتهاكات أو ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. نتمنى أن تصل في القريب العاجل لتوثيق هذه الجريمة أيضا بعون الله عز وجل. هذا من المسؤوليات المهمة لكي حتى يقرر الشعب مستقبلا ما مدى تعامله مع مثل هذه العصابة. نعم، نحن نتحدث الآن عن منع التكرار، بمعنى أنه لو تم تحديد الفاعل في هذه الجريمة وأعلنوا كمطلوبين بأسمائهم الشخصية، يعني هم مهما تستروا بالكنى أبو أبو أبو، لكن نحن كيمنيين نعرف بعضنا البعض مهما حاولوا يعني التمويه، وبالتالي لو تم إعلان الفاعلين الرئيسيين والمباشرين في تصوري لكان هذا أيضا مدعاة للقلق مرة أخرى من تكرار مثل هذه الجرائم، ألا تتفق معي؟ صحيح. هذا أنت تعلم أن هذه الميليشيات منذ أول قدومها كما قلت تسترت بهذه الكنى وتحاول أن تخفي جرائمها، لكننا نراهن على وعي الشباب اليمني، على وعي الناشطين، على وعي منظمات المجتمع المدني، ويجب أن نراهن على التوثيق أيضا، على التوثيق والرصد الدقيق و تحديد الجناه المباشرين الذين قاموا بارتكاب مثل هذه الانتهاكات وهذه الجرائم. الناشط الحقوقي عبد الوهاب العمير، كنت معي من مدينة جدة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. المهجرون من قرية تبيشعة. تم الرصد، في أمان الله.